جميعا الذنوب مثل الأمراض، الأمراض فيها قسم بسيط قابل للعلاج البسيط، فرد حباية استرين أو ما أشبه تشفي هذا المرض. وقسم منها أمراض أعصى، لازم 4 أضرار 5 أضرار 6 أضرار. قسم منها أمراض أعصى، كان عندنا فرد واحد في كربلاء الله يرحمه سيد محمد كشميري الله يرحمه، وعنده فرد مكان يسمى بالمسنسرة، وإنسان طيب، هو كان مبتلى بمرض الصدر، صدره كان مريض. هذا كان رايح إلى أخصائي، دكتور أخصائي في بغداد، يقول على طول الخط، يقول كان قايل لي أنت لازم 500 أبرة تضرب، 500 أبرة. الله يرحمه ليه طيب كان كله، كان قايل لي لازم 500 أبرة تضرب حتى تصير. هذا قسم من المرض، قسم من المرض اكو ما يوصف وديع في احسن الاطباء يقول بان هذا المرض لا يرجى شفاؤه. هذا هو المعاصي تذني بالنسبة إلى النفس، الأمراض بالنسبة إلى الجسم، أمراض الجسم شلون مختلفة؟ بسيطة وشديدة وأشد وأشد وأشد، أمراض النفس نفس الشيء، لأن في الإنسان مثل هذا الكريك الكبار، شوفوا أكو عبد الزجاج هذا الجسم، وأكو عبد النور في وسط هذا الروح، وهي نفس، كما أنه أحيانا الزجاج يتكسر أو يصير وسخ، وأحيانا هالنور اللي في داخله هذا السلك الذي ينير هذا يمرض أو يعطل أو يصير مظلم أو ينطفئ. النفس والروح نفس الشيء، الجسم له أمراض وأعراض، والنفس لها أعراض وأمراض، وللجسم صحة وللروح صحة أيضا. النفس الذنوب هي عبارة عن الأشياء التي تعرض النفس فيمرض. كان مثل في القديم مشهور عند الإيرانيين يقولون فلان إذا تشتكي، يعني هذا ملكة السرقة، أحيانا الإنسان يسرق لكن سرقة عادية من حاجة من كذا من باقة من هالقبيل، أحيانا لا، نفسه مريض بهذه حالته السرقة. أحيانا الإنسان فرد وتر يشتعل فيه نار الحسد، فرشي عابر، فالإنسان حسود من طبعه حسود. أحيانا الإنسان يشوف فرد واحد ما سلم عليه يتكبر عليه تكبر، أحيانا من طبيعته التكبر، يقولون النمر من صفاته أنه متكبر، النمر الموجود في حديقة الحيوانات الموجود، هذا النمر ما يتمكن أن يرى شيئا فوقه، في علم الحيوان يقولون هذا، حتى القمر ما يتمكن يشوفه في الليالي الخمراء، النمر يصعد على الجبال ثم يقفز حتى يأخذ القمر فيسقط في الهواء ويموت، ولهذا موت النمر في الليالي الخمراء في الليالي المقمرة هالأصل. فأحيانا النفس يتلوث، يتلوث بقسم من الذنب والمعصية. ثم المعاصي الموجودة في النفس على قسمين، قسم المعاصي ضد الوجدان وقسم المعاصي الشرعية، أكو عندنا معاصي شرعية وأكو عندنا معاصي ضد الوجدان. المعاصي الشرعية يعني شنو؟ يعني فرد واحد ما صلى، هذا معصية شرعية، فرد واحد لا يقوم بقتل الأبرياء، هذا معصية ضد الوجدان. أكو فرق بين المعصيتين،
معصية حتى أن وجدانك يقول لك لماذا ووجداني يقول لي لماذا. والمعصية المعاصي التي بين الإنسان وبين الله أكو في الأحاديث إن الله سبحانه وتعالى شوي يفرق للإنسان ويغفر. المعاصي التي توفر هذه المعاصي التي بين الإنسان وبين الله. مثلا والعياذ بالله فرد واحد يفرق خمسة، هاي معصية بينه وبين الله. فرد واحد ما يصلي تارك الصلاة، هاي معصية بينه وبين الله. هذه المعاصي الله يفرق أذن الإنسان لا شك فيه إلا إذا صار في واضح. التائب من الذنب كمن لا ذنب له. أما المعاصي التي بيني وبين الناس هذه مختلفة. معصية بيني وبين الناس أن أسرق الدينار مال الإنسان، هاي المعصية أشد من باقي المعصية، لأن ذاك معصية طرفه كريم وهو الله سبحانه وتعالى. أما سرقة الدينار من الناس هذا لازم هو يرضى. ولهذا أكو في الأحاديث أن الإنسان إذا عصى بحق إنسان آخر لازم يرضى عنه حتى الله يرضى عنه. سئل عن الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام فرد عدد أذنب ذنبا بحق مولاه. الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قال إنه لم يعف الله وإنما عفى سيده، فإذا غفر سيده له تاب الله عليه. أنا سرقت دينار من إنسان هذه معصية بحق إنسان ولو معصية الله في نفس الوقت، لكن مو من القسم الأول التي هي معصية بحق الله فقط وفقط. إذا ما توضأت معصية بحق الله، ما صليت معصية بحق الله، شرب الإنسان الخمر معصية بحق الله، استعمل العادة السرية معصية بحق الله، إذا العصيانات مربوطة به. وفي الأحاديث أن الإنسان إذا لم يترك الله يفرق أذنه بمقدار مدة ثم يطلق صراحة. أما المعاصي بحق الناس هذه يجب أن يرضى صاحب المعصية حتى الله يرضى. حتى أكو في الأحاديث بالنسبة للغيبة أن الإنسان إذا استغاب إنسانا يستحله، فإذا أحله ذاك الإنسان الله أن يحله، لأن هذا حق مال ذاك الإنسان. قد يكون إنسان يأكل فلوس الناس، قد يكون إنسان يأكل لحم الناس بالغيبة مثلا، وإذا مات المغتاب على النقود. قسم من المعاصي أسوأ من هذا. مثلا أحيانا أنا أبوك دينار من فرد واحد، هاي معصية بحق الناس، لكن هاي معصية خفيفة بحق الناس. أما إذا شهدت في المجتمع مثلا والعياذ بالله أن فلان إنسان فلان مرأة زانية والعياذ بالله، مرأة عفيفة وأنا أدري أنها عفيفة وشهرت بين المجتمع أنها زانية مثلا، هل اتهام اشتهر في المنطقة؟ هاي صارت معصية مو بس سرقة الدينار أو سرقة 10 دنانير أو سرقة 20 دينار، إنها صارت جريمة كبيرة. أكو في الأحاديث إن أخير شيء التي لا يغفر هذا القسم من المعاصي. سرقت من فرد تاجر كبير دينار هذا حرام قطعا، حتى الثلث منه حرام لا شك فيه، حتى اقل من ثلث. اكو فرد شيء ما ادري هنا شيء يسموه هذا اللي جهال ياكلوه، اقل يسموه بوب كورن، احنا ما ادري شو يسموه. الشاهد في انه هذا 20 من ثلث هذا حرام ايضا لا شك فيه حتى الناس. أما أن هذا أو دينار أو 10 دنانير أو 100 دينار هذا ما له نسبة مع اتهام مرأة عفيفة بالزنا. أكو في الأحاديث إن أخير شيء الذي سقط نار جهنم يصلحه هذا القسم من المعاصي. المعصية بحق الناس المعاصي الكبيرة لحق الناس، لأنكم الأحاديث المعاصي الصغيرة لحق الناس مثلا مثل غيبة مثلا والعياذ بالله، أو مثلا سرقة دينار من إنسان
تدني في يوم القيامة الله سبحانه وتعالى عن علي عليه الصلاة والسلام الحديث الإمام أمير المؤمنين، الله يجمع الظالم والمظلوم في صحراء في يوم القيامة، يقول له هذا اختابك وخذ حقك منه، ماكو حق هنا. فيأخذ الله من حسنات من استغار يعطي من استغيب. إذا أنا المستغيب، أنا اللي اكتبت الناس ما عندي حسنات، الله يأخذ من سيئات الناس ويعطيه إلي. على حديث أحاديث عن علي عليه الصلاة والسلام، حديث قاله علي في وقت ما مرض، جاءه إنسان وسأله عن مسألة، الإمام زين العابدين يقول هذا الحديث عن علي عليه الصلاة والسلام عن أمير المؤمنين، حديث جدا مفصل. بعد ذلك الله تعالى يقول لهم لقسم منهم ما عنده لا حسنات يعطي لا سيئات، يقول لهم اعفوا عن هؤلاء أنا أعطيكم بدل. يعني هذا ما خذ منك دينار ونفسه ما عندك انت دينار ان تعطيه، ايها السارق يا مسروق اعفو عن السارق انا دينار اعطي بدله، هؤلاء هم يعفون. هذول في اخير لحظات القياده بعد 50,000 سنة قسم منهم لا هذا ما يفيد ابدا، هذول علاش النار توقيت من الدنيا. انا اشوف القوانين مال الحكومه، فرد واحد يخلق قانون، انا قانون بسيط، قانون مرور حركته 5 دنانير ياخذها و15 منه وقيام لله. فرد واحد لا اكثر، فرد جريمه اكبر، جايب سلاح من الخارج. قبل ايام كان عندي فرد واحد من الامن في الكويت مراحل، قلت انت شنو شغلك؟ هو كان يسال مني مساله وكذا وشي، قال انا التحريب السلاح من العراق، انا احنا 10 انا احدهم نقول التحريب، تحريب السلاح من العراق. قلت اكو تحريب سلاح من العراق؟ قال هو يا اكو. قلت شلون تحريب السلاح من العراق؟ قال اقسام عجيبه لاول مره اسمع هذا انا من هذه المباحث، يقول على انه قسم من السلاح اللي يهرب من العراق ديناميت في شكل قلم باندا. ابدا ابدا هذا مو فشل. يقول له هذا كل انسان احنا نشك فيه، احنا ناخذ قلم قاندان ما راح يشوفه بنوديه حتى اشوف قلم حقيقي او مو قلم. يقول له هو هالقسم يهرب واحنا ناخذ. فهذا الانسان اللي خالف المرور هذا خلص 5 دنانير جريمته مثلا، اما لو خرب السلاح يجي ديناميت الى البلاد هذا طبعا جريمته اكثر لا شك فيه، اكبر من الديناميت اللي يجيب للبلاد مثلا. فالواحد هالجريمة اللي وقعت قاتل لبر الإنسان ومبشع في وجهه وفي جسمه وقاطع رأسه ومثل به، هاي جريمة أكبر. قد يكون الجريمة أكبر من هذا، هذا الجريمة الأولى 15 دينار، الجريمة الثانية أفرض 6 أشهر سجن، والجريمة الثالثة أفرض أنه أفرض 5 سنوات سجن. الفريق جريمة وهو أنه الخيانة العظمى، حتى يودوا يم الأمن ما هذا معنى خيانة رغم رايح ويا بلاد أجانب متحد وياهم يسوي انقلاب في الكويت لا أكثر ولا أقل. مثلا هل مو مسألة أنه ديناميت جايب أو مسألة أنه 15 مخالفة المرور مسوي أو مسألة أنه برد واحد قاتل؟ ولذلك في الأحاديث هي قسم من الجرائم التي تحت الناس الجرائم البشعة والتي هي ضد وجدان الإنسان، حتى لأن حتى وجدان الإنسان يقول ولو أنه أنت لك عداوة ويا هذا الإنسان. فرد واحد حتى بالمدة كان كلام هاي، فرد واحد من استقامة الكويت حول فرد واحد لك الله يرحمه توفي، فالإنسان كان بديء اللسان كلش بديء اللسان. أنا في ضمن الكلام اللي اسمه إذا الله يرحمه هذا صديقنا الموجود في الكويت الآن هو كربلاء أيضا وأخوذي مثلي، قال الله لي يرحمه. قلت إيش؟ الله تعالى يقول على لسان أنبيائه واذكروا موتاكم بالخير. قال سيدنا أنا عذبت لأجل تقارير هذا الرجل علي أنه صديق السفارة الأمريكية في العراق، قال أنا 6 أشهر تحت التعذيب عن تقرير هذا الرجل. يقولون هذا تقرير صديقك شو؟ أنت مربوط بالسفارة الأمريكية، قسم من الذنوب هكذا نعطيه فرد إخبارية أنه مربوط فرد من الاستقامة في العراق قريب أنه كان يعدم يدخل شيخ علي شيخ حسن
هذا غير الواحد كان رايح ما في التقرير الى فهم متفرق قال عندنا احنا حول هذا كان مقرر اعلامي شيخ وعالم وطيب وكذا على تقرير مطلوب في حكومه تصور اعتباطي وفتره اذا ما عبد الكريم قال وأن يتوسط في الموضوع تبع على الطباطبائي كان في العالم الذي كربلاء جدا عصبي هو توسط في الموضوع راح شاف ذاك المتصرف الأحمق اللي كان عنده عن شنو هالكلام؟ كان قايل له أنه ما ضد السفارة الإسرائيلية في تركيا فين واحد عدو هذا الشيخ؟ الشيخ موجود الآن في إيران الآن من الشيخ طيب لا يعرف أي طرفي أطول على قول بعض الناس هو عدو لأنه رايح جاي إلى متصرف أحمد في زمان ثورة في زمان الثورة والانقلابات الحكومة تخاف حتى من ظلمه شو والله قال أنه فلان إنسان مرضه بالسفارة الإسرائيلية وذاك مكرر إعدامه والإعدام كان في 4 أيام يخلص فالتوسطات وغير الصعوبات وغير الأشياء وشارك من العراق بالنتيجة شو ما يطلق يعيش لأن التحرير موجود ضده هل الزيت أخو الإمام الرضا ابن الإمام موسى بن جعفر هذا حارب العباسيين بعد ذلك المأمون العباسي قال فارتضوا عليه وجاء لي إلى الإمام الرضا وقال الإمام الرضا إني أعفوه لأجلك وكان يكذب لأن المأمون العباسي كان يخاف من جماعة زيد زيد عدف الجماعة كل كثيرين فهو شاف ميت مكان إعدام زيد لأن جماعة يتحركون يسوون أكثر وأسوأ فقال على أنه أمتن عليك يا علم المدرب وأعفو زيد لأجلك وأخيرا قتله أيضا خلعة وغيلة سمي هذا الرجل بزيد النار تصور عزيز هو زيد النار لكن دورته فشلت الشاهد في عنه الإمام الرضا قال لزيد النار كان شبه العمل منك ولا يقرنك أصدقاؤك الإمام الرضا قال له فإنهم إذا قالوا لك أنت وموسى بن جعفر شهد في هذا الكلام فإنهم إذا قالوا لك أنت وموسى بن جعفر في مقام والله وداك مع موسى بن جعفر أبيك في مقام واحد فالله ليس بعادل الإمام رضا قال فقسم من المعاصي وهو المعاصي التي بين الإنسان وبين الناس من هذا الوزن إذا اللي ما له علاج إلا النار أو إذا أكو نبي أو إذا أكو إمام يعفو عن لأن عفو النبي والإمام عفو الله تعالى إذا أكو مثلا أو إذا كان كافرا ثم أسلم أكو في الأحاديث الإسلام يجب ما قبله فحقيقة الواحد كان كافر وارتكب مثل هذه الجرائم وثم أسلم إسلاما واقعيا هذا أكو في القانون الإسلامي الإسلام يجب ما قبله يعني يقطع يعني الإنسان الذي قبل الإسلام لم يصلي لم يصوم لم يزكي لم يحج قتل الأبرياء كل شيء صنع بعدين حقيقة أسلم إسلاما واقعيا الله سبحانه وتعالى يغفر له هذه الآية المباركة التي تلوناها قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لكن حلقة من المعاصي التي ذكرناها فالله أنا كنت وقت شاف وجاهل واتهمت إنسان بريء مرئي أثناء وشهدت هذا الموضوع وبعضين راح ينصر شايب وتبت إلى الله واستغفرت وما أشبه هذا يخفف ذنبي لا شك فيه يعني أنه كان مثلا ذنبي ما أكثر هذا الشيء يخفف 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 إذا واحد أما الغفران الكامل هذا متوقف على رواية ذلك الإنسان كما في الأحاديث ونسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضى